أسعد الله مساكم متابعينا بكل خير هوندا أكورد موديل 2023 أثناء بدء تصديرها إلى وكلاء شركة تويوتا في مختلف أنحاء العالم كما تلاحظون شاشة العدادات مقاس 12 إنش مقاعد جلد شاشة وسطية مقاس 9 إنش إضاءة أمامية الإي دي بالعديد من الميزات والمواصفات هذا أثناء بدء شحنها طبعا هذه فئة النصف تورينج اذا خلفية ال إي دي ما عدا الإشارات لاحظوا الداخلية لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وشكرا لكم